ابنتي وقرة عيني ملك، يختلج في صدري ما لا يجتمع، ويجيش بأعماقي ما لا طاقة لبشر على تحمله، وكأن الكون من حولي قد أمسى فراغا من نسيج شاهق البياض. أقبع أنا بداخله كبقعة من سواد حالك، والأمر محير، فما أنا بقادر على تلوين الكون بما أشتهي، ولا أنا بقادر على الخروج من شرنقة المظلمة. كثيرا ما أقاوم، وكثيرا أيضا ما أستسلم. نهاية، فإن كل ما أمله أنا على وشك الشروع في هذا التدوين أن أنشغل عن إكماله، فلا يقع يوما بين يديك، فإذا تعرفين ما عجزت أنا عن معرفته فحرصت على إخفائه. إبراهيم نوح البنداري.